السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم. واليوم احنا عندنا الصبي، يعني طور الصبي اللي هو يعني خروجه من مقام النهاوند. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود والنظريات من العراق. عندي دورات موسيقية أونلاين اللي يحب يشترك فيها، وأيضا اللي يحب إنه طالب أنا أروح له أذهب له إلى في بغداد إلى بيتهم. حاضرين، موجود رقم الواتساب موجود أسفل الفيديو. وتقدر إنه تشترك، هي 8 محاضرات ويتجدد في الشهر. أول بداية الصبي لازم تأخذ لك قاعدة أنت تخليه في بالك، إنه دو تروح الدو جواب وسي بي متاخذه. لا سي 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 لا سي. واضح؟ دا 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 ري بيمول ري دا سي لا ري دا سي لا سي دا سي لا سي لا صن لا صن لا صن. ممكن انت بعد الصب تقدر تحول دوري سي لا صن فا مي ري، ما حولت كورد ري مي ما صن لا سي دوري. باو هنا شنو عندنا؟ مي بيمول مي ري دو سي ري دو سي لا دو سي لا صن. ياخذ حتى ابن خوات صن لا سي دو لا سي دا سي لا صن لا صن صن دا سي لا سي دا سي لا سي لا سي دا سي لا صن. آي ويلي، واضح؟ أنت من تسمع كلمة آي ويلي يقول هذا صبي، دور الصبي من مقام النهاوند. فهذه عندنا عدة أطوار أيضا إن شاء الله ناخذها، وموجودة عندي بالقناة مالتي. يعني إذا تشوفون تلاحظون الفيديوهات تشوفون أنه موجودة خانة الأطوار الريفية وخانة الأصوات الغناء وتعلم الغناء أيضا، وراح تلاحظون كثير من فيديوهاتي اللي موجودة. هذا هو مختصر للصبي، يعني طور الصبي اللي هو خارج من النهاوند، اللي هو دائما تسمعون تقول آي ويلي آي ويلي آي ويلي. طبعا كثير من المطربين غنوا، امثال رحمه الله الفنان الكبير رياض احمد غنى، ومن الاطوار الجميله جدا ورائعه. وانا اعطيتكم اياه بالعود، اللي يريد يغني هاي النوطه مالته وانا حاضر لكل تفاصيل. وانا وسهلا بكم، تحياتي لكم. تنسون اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدوره الموسيقيه لتعلم العود او الغناء. تحياتي لكم، مع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.